بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض بارت جديد من البارتس الخاصه ب ليسون 3 شابتر 1 يونت 2. كنا وقفنا لحد الجزئيه الخاصه ب ذا مول اند فوليوم اوف جازز. قبلها كنا اتكلمنا على فكره الليميتنج رياكتنت، وده البارت نمبر 3. فكره المول اند ذا فوليوم اوف جازز دي فكره مهمه جدا، وفي الفكرة دي احنا بنتكلم على فكرة طرحها أفوجادرو، وبيشرح فيها حاجة ليها علاقة بالفوليوم بتاع الجازز. احنا هنا بنتكلم عن الجاز الغازات، وبنتكلم عن الفوليوم بتاعها. واحنا كنا عارفين ان يعني ايه أفوجادرو. أفوجادرو هو نمبر بيعبر عن الرقم الخاص بالاتومز جوه 1 مول. يعني انت لو معاك 1 مول فانت عارف انت معاك كام اتوم. سوري، لو معاك 1 مول مثلا من النيون فانت عارف انت معاك كام اتوم من النيون. معاك 6.02 تايم 10 تو ذا باور 23. فهنا عندنا حاجه اخترعها كده افوجادرو وسماها افوجادروس بوستليت. ايه هي؟ بيقول لي ان equal volume of different gases contain equal number of molecules at same standard temperature and pressure. ايه بقى قصة same standard او standard temperature and pressure؟ دي حاجة اسمها STP. ال STP اختصار ل standard temperature and pressure، ودي رقم للحرارة ورقم للضغط ثابتين. وهو بيقول ايه افوجادرو في الاقتراح بتاعه، بيقول ان انت لو معاك جازس مختلفة من مواد مختلفة، اكسجين هيدروجين نيتروجين، وحطيت الاكسجين او النيتروجين او الهيدروجين عند الاس تي بي، يعني عند الاس تي بي عند نفس درجة الحرارة ونفس البريشر، هتلاقي ان الجازس دي ليها نفس النمبر اوف مولكيولز. وقال كمان ان اي مولكيول او اي جاز عند ال STP بيكون الفوليوم بتاعه 22.4 لتر. 24.4 لتر. طيب يبقى خلينا نبدا الموضوع من الاول. الموضوع بيقول ان في حاجه اسمها STP. STP اختصار ل standard temperature and pressure. طب التمبريتشر كام؟ زيرو تمبريتشر، يعني درجه الحراره تبقى صفر، والتمبريتشر 1 اتموسفير. لو انت جبت جاز وحطيته عند درجه حراره صفر وعند بريشر 1 اتموسفير الاي تي ام، يعني اتموسفير ماشي، ساعتها انت هيكون معاك لو انت جبت 1 مول من الجاز ده، ال1 مول بيساوي 22.4 لتر، وال1 مول طبعا بيساوي 6.2 تايم 10 تو ذا باور 23 مول مولكيول. حلو قوي، هفهمك الكلام ده اكتر في الجدول ده. خد بالك ان انا في الامتحان لازم يجيب لك في الامتحان الاس تي بي. ويعني ايه اس تي بي؟ اس تي بي يعني ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. وعرفنا ان الستاندرد تمبريتشر اند بريشر اللي التمبريتشر بكام؟ بزيرو، والبريشر بكام؟ 1 اتموسفير. طب لو انا قدرت اجيب يا مستر جاز وحطيته عند الستاندرد بريشر اند تمبريتشر، هيكون عدد الاتراب بتاعت المول بتاعه كام؟ هتكون 22.7. يعني الواحد مول من الجاز اللي انت جايبه، هقول تاني، الواحد مول من الجاز اللي انت جايبه وحطه عند الاس تي بي بيساوي 22 او 22.4 لتر. تعال نطبق الكلام ده. يقول لي لو انا معايا هيليوم اتش اي، الهيليوم ده جبت منه 4 جرام. جبت منه كام؟ 4 جرام. طب هو الهيليوم ده المولر ماس بتاعته كام؟ بفور جرام بير مول. طب انا عرفت المولر ماس دي منين؟ هو بيديها لي. طب الكميه اللي انا كنت جايبها دي لو عملتها ديفايد المولر ماس يبقى معايا كام مول؟ يبقى معاك 1 مول، يعني الفور جرام دول ب1 مول. ساعتها الفوليوم اللي معاك بكام؟ ب 22.4. خلي بالك ان احنا شغالين على الاس تي بي كلنا،
يعني كل الجازز دي احنا جايبينها وحطينا تحت درجة الحرارة صفر وحطينا تحت بريشر 1 اتموسفير. ليه؟ لان احنا شغالين على الايه، على الاس تي بي. الاس تي بي دي درجة حرارة وضغط ثابتين. فاحنا اول اكزامبل رحنا جبنا الهيليوم، والهيليوم ده انرت جاز، جبنا 4 جرام منه، واحنا عارفين ان المولر باز بتاعته 4. لو مش عارفها هو هيديها في الامتحان. يبقى الكميه اللي انت جايبها دي اللي هي الماس ديفايد المولر ماس، ما احنا خلاص حفظنا الماس ديفايد المولر ماس يديك العدد بتاع المولات، نمبر اوف مولز. طلع معانا 1 مول. ال1 مول ده بيساوي كام لتر؟ ال1 مول بيساوي 22.4 لتر. طب عرفت ازاي ان هو 22.4 لتر؟ لان انت شغال على الاس تي بي، وما دام شغال على الاس تي بي يبقى ال1 مول ب 22.4 لتر. طيب نروح لاكزامبل تاني، الاكسجين. انا مديك 16 جرام من الاكسجين وبقول لك اعرف لي دول كام لتر. طيب هروح الاول اسالك، هو يا مستر الاكسجين المولر ماس بتاعته بكام؟ المولر ماس بتاعته ب 16، سوري ب 32. المولر ماس بتاعته بكام؟ ب 32. وانا معايا كام جرام؟ معايا 16. طب ال 16 دول يساوي كام مول؟ طب عشان اعرف هم يساوي كام مول هعمل الماس ديفايد المولر ماس. يعني 16 ديفايد المولر ماس اللي هي 32 هيطلع لي 0.5 مول. انا معايا 0.5 مول. نفس الكلام على المساله اللي هي السي او 2، عشان هناخد الاثنين دول مع بعض. يقول لي انا مديك 22 جرام من الكربون دايوكسيد، وهو اصلا المولر ماس بتاعه الكربون دايوكسيد بكام؟ ب 44، لان احنا عندنا واحده سي واثنين او، لما حسبناهم يعني طلع لنا ايه 44، ده المولر ماس بتاعته. عملت ال 22 ديفايد ال 44 طلع لي هاف مول. طيب يبقى انا في الاكزامبل بتاع الاو 2 والاكزامبل بتاع السي او 2 انا معايا هاف مول. طيب والهاف مول ده هيساوي كام لتر؟ ما احنا عارفين ان كل 1 مول بيساوي 22.4 لتر. طب يبقى الهاف بكام؟ هعمل الهاف الرقم النمبر اوف مولز تايم 22.4 يطلع لي العدد بتاع اللترات، نص لتر يعني، او نص الايه القيمه اللي هي بتاعه الايه اللترات دي. طيب تعال نروح للاكزامبل تاني. لان ايه، انا جايب 5 جرام، انا بقول لك ان انا مديك 5 جرام. كل دي مسائل، كل دي مسائل. يعني هو ممكن في مساله يقول لك ايه what's the volume of مثلا 5 جرام اوف نين. طب ما انت تعمل ايه، انا معايا 5. طب هو المولر ماس بتاعته كام؟ 20. هو هيديها في المساله. طب 5 ديفايد 20 يبقوا دول ايه 0.25 مول. طيب يبقوا كام لتر؟ هعمل ال 0.25 مول تايم 22.4 لتر يدينا، يبقى القيمه دي بتساوي 5.68 لتر. وده جرافيك كده ايه بيعبر عن الموضوع ده. ولو عاوز تحسب هو في كام نمبر اوف مولكيولز هتستخدم افوجادرو. يعني مثلا ايه افوجادرو؟ مش احنا قلنا هنا ان ده 1 مول، سوري مش احنا قلنا هنا ان ده 1 مول. طب ما ال 1 مول هعمله تايم الايه الافوجادرو. طب هنا طلع هاف مول، طب ما الهاف مول هعمله تايم الافوجادرو عشان اعرف العدد بتاع المولكيولز. ده قصه تانية. يبقى لو عاوز تعرف النمبر اوف ليترز بتعمله تايم 22.4، لو عاوز تعرف النمبر اوف اتومز او النمبر اوف مولكيولز بتعمله تايم افوجادرو. اظن كده الصوره بقت اوضح بكتير. طيب تعال نشوف هنا بيقول لي في افوجادرو لا، هي بتتنطق لا او لو يعني، ماشي، بس احنا اتعودنا نقولها لو يعني افوجادرو لو، هي افوجادرو لا. المهم افوجادرو لو يعني اللي هو القانون بتاع افوجادرو بيقول لي هنا جاز فوليوم از دايركتلي بروبورشنال، يعني متناسب طرديا مع الـ number of moles، مع العدد المولز، when the temperature and the pressure is constant، لما تكون درجة الحرارة ثابتة ويكون الـ pressure ثابت، ساعتها الجاز هيكون أو الجاز of الجاز volume هيكون directly proportional مع number of moles. طيب تعال نشوف الإكزامبل ده. بيقول لي هنا calculate the number او calculate the volume، عاوز يحسب الفوليوم. خد بالك ان احنا خلاص عرفنا الاكزامبل ده، انت عاوز الفوليوم، انا هروح الاول احسب لك المولز زي المسائل اللي فاتت، هعرف انت كام مول والرقم اللي هيطلع اعمله تايم 22.4. طيب بيقول لي هنا ايه، calculate the volume which is occupied by 39.2 gram of nitrogen gas at STP
والنيتروجين هاف 14. طيب انت مديني الرقم ده، انا الاول لازم احسب المولر ماس. فهحسب المولر ماس ازاي؟ هقول مولر ماس اوف N2 molecules equal to 2 time 14. ما هو اصلا ما اصل ال اللهم صل على النبي النيتروجين N2 فاهم N2، فالمولر ماس يعني 2 تايم الرقم ده خلاص. هيطلع ايه 28. يبقى المولر ماس ب 28 هناخد بقى الرقم ده خلاص اللي هو ال 39 ده تعمله ديفايد الايه ال 28 اللي هو الماس ديفايد المولر ماس. طيب يطلع ب 1.4 ايه مول. طب خلاص خد ال 1.4 مول ده اعمله تايم ال 22.4 عشان يطلع لك عدد اللترات بس. طب لو السؤال بتاع الفيديو النهارده، السؤال بتاع الفيديو النهارده لو نفس السؤال ده عاوزك تكمله وتقول لي اند كالكوليت، انا بقول لك بقى اند كالكوليت ذا نمبر اوف مولكيولز، اند كالكوليت ذا نمبر اوف مولكيولز اوف نيتروجين. يعني هو 1.4 مول يبقى فيه كام مولكيول؟ احسبه لي بقى. ده السؤال بتاع الفيديو وانا بشوف التعليقات، يعني انا بشوف التعليقات كل يوم. المهم كالكوليت ذا ماس اوف N2O، على فكرة دي N2O ماشي، occupy 550 ملليلتر volume at STB ال N بكذا وال O بكذا. المهم مسألة سهلة جدا، يعني هنحسب ال الأول هنا. خلي بالك ان هو بيديها لي بالملليلتر، ها خلي بالك ان هو بيديها ملليلتر ده هتعمله divide 1000 عشان يطلع باللتر. هو بيقول لي ان انا معايا 0.55 لتر خلاص، عاوز يحسب الايه الماس بتاعتهم. طيب انت عارف ان النمبر اوف مولز تقدر تجيبه من الايه الفوليوم ديفايدد ايه 22.4، فهتحط الفوليوم 22. ديفايدد الايه ال 22، مساله عاديه خالص، هيطلع لك النمبر اوف ايه اوف مولز. طيب وبعدين احسب المولر ماس عادي خالص، خلاص هحسب المولر ماس ومنها اقدر احسب الايه. اكيد المساله دي مسألة عاملة زي المسائل اللي هي بترجع بيها بالخطوات، يعني انا هفهمك. هو هنا مديك الماس، هنا مديك الماس وعاوزك تحسب له عدد الليتر. انت افضل امسك هو بقى المسألة التانية العكس، مديك الليتر وعاوز الماس، تقعد بقى انت تفكر فيها وتحسبها. هنا نفس المسألة، نفس مسألة سهلة جدا برضو خلاص. بيقول لي هنا ايه calculate the volume of oxygen at STB، عاوز يحسب الفي الفوليوم which required which is required for burning 1.6 gram of methane. طيب دي المسائل العادية خالص بتاع كل مرة، يعني الاول هحسب الـ A الـ number of moles، الاول هحسب المولر ماس بتاعت الـ CH4 طلعت 16 خلاص. طيب 16 وانت مديني كمية قد ايه؟ مديك 1.6. طب الـ 1.6 دي قد ايه؟ 0.1 مول. احنا عارفين ان هنا هو عاوز يحسب الفوليوم اوف اوكسجين خلاص. طيب احنا عندنا المعادله اهي، هو المفروض ان هو يبقى مديها لي يعني ماشي. فهقول له هنا ان السي اتش 4 بلس او 2 يدينا سي او 2 مع اتش 2 او، كل سي اتش 4 بيحتاج 2 او 2 يعني الواحد مول بيحتاج 2 مول، يبقى ال 0.1 مول يدينا يحتاج كام؟ فاهم الفكره؟ وهنحسبها زي ما احنا متعودين في كل مره وتطلع 4.48 لتر. المسألة المهمة هي دي، يعني أنا عاوزك تركز لي في المسألة دي في حساب الليترز دي خلاص، وتكون فهمت بس الفكرة الأساسية وتجاوب لي على فكرة على السؤال بتاع الإكزامبل الأول ده. أنا كنت سايب سؤال مهم جدا. الفكرة أنك بس أنا عاوزك تفهم أن لو أنت جبت جازس مختلفة وحطيتها على الـ STB، STB يعني Standard Temperature and Pressure، هتلاقي ان الفوليوم بتاعها 22.4 ودي قاعدة ثابتة عملها أفوجادرو، وان ساعتها برضو هتلاقي ان Number of Molecules هو النمبر بتاع أفوجادرو. بكده نكون خلصنا Lesson 3 وان شاء الله يعني هو Lesson سهل جدا جدا، انا عاوزكم تتفرجوا عليه تاني. واليونت دي كده الحمد لله خلصت. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله ممكن نقعد نحل شويه مع بعض على ليسن نمبر 3، وبتمنى لكم باذن الله التوفيق والنجاح. وانا مبسوط جدا جدا ان في هم للامانه مش كتير، ان في شباب وبنات يعني شغالين معايا في الكومنتس وبيكتبوا لي تعليقات، مش اللي هي شكرا وكده يعني، مش شو يعني الناس اللي بتقول لي كده شكرا والله، بس انا بتكلم عن الناس اللي بتجاوب الاسئله اللي انا بسيبها، الناس دي هي اللي تطلع اوائل ان شاء الله. غير كده انت بتعاني بقى، يعني انت لازم تتعب معايا
ولازم انا لما بشرح بقول لك الفكره وانت بتكمل، بقول لك الفكره وانت بتكمل، مفيش حد هيديك المعلومه اتفضل المعلومه هي وخلاص، لا اشتغل معايا الحاجه اللي انا ما شرحتهاش انت كملها، اكتب لي في التعليقات يا مستر عاوز افهم دي اكتر، يا مستر السؤال ده مش عارفه، يا مستر اجابه السؤال كذا، انا بسيب سؤال في كل فيديو اقعد حله، وان شاء الله هنكون الاوائل، وان شاء الله دايما هنكون ناجحين واحنا الاوائل دايما باذن الله. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح، وكنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.